السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتكم انشغالات امرأة جزائرية، كما نشوفوا سارة الجيل في ملتقى الاعلام العربي بدولة الكويت. كما على بالنا شركت دمى وكانت اختارت انها تكون تبرز الهوية الجزائرية، اختارت ارتداء لباس التقليدي الجزائري اللي يعبر عن البلد القارة التي تزخر باللباس والثقافة والحضارة والتقاليد طبعا الجميلة. يعني كما نشوفوا حاولت تبرز الثقافة الجزائرية من خلال ارتداء الزي التقليدي الجزائري، كما راكم تشوفوا في القفطان والكراكو والشدة والقندورة وغيرها من الألبسة التي تزخر بها الجزائر. ما شاء الله سارة الجيل مثلت اللباس التقليدي، حاولت قدر المستطاع أنها تسرد قصص أزيائنا التقليدية كما القفطان والكراكو والشدة والقندورة وغيرها من الألبسة الجزائرية اللي لازم احنا نحافظوا على هذا اللباس والموروث الجزائري. ميرسي ميرسي ميل ميرسي ميزون ياسف على هاد لا كرياسيون، في وقت قصير دارولي اون ميرفي اون ميرفي باش نلبسها. هنا حبيت نلبس لبستنا بريزونتي تقاليدنا حوايجنا بسكتر السراقل. المهم نلبس لبستنا هكذا، قفطاننا الجزائري، خدمتنا الشابة، الفتلة والعقاش الحار والدنيا. يا حصراه يا حصراه يا حصراه، ميرسي بوكو. هما معروفين ميزون ياسف اللي يديروا دي ميرفي للعرايس لتول موند، يخدموا سيغ كوموند، يخدموا ما يديروش لا لوكاسيون، هما كل سيغ كوموند يديروا دي كرياسيون ما صراوش ما صراوش. هاني وريتولكم ياك شتو مانيفيك مانيفيك، غيانا دير تكم الصحة. كما شفنا مع بعض هذا هو القفطان اللي لبسته سارة الجيل، وكنا شفنا كامل الألبسة اللي كانت لبستهم سارة الجيل، تلقاوهم كامل في الصفحة اللي فوق الفيديو. مرحبا بالجميع. كما نشوفوا هذا هو القفطان الجزائري، وسبق وشفنا الكراكو الثاني، وفي الأخير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.